اخذوا وقت ما اخذ ما ادري ايش المشكله. الجسس متردد ما بين التشكيله ياسر الشهراني. طيب احنا كجمهور اتمنى ان احنا نعرف ياسر مصاب يا اخي خله برا. ياسر على عيني وراسي ادى بس اذا هو مصاب خليه مصاب. يعني هو مهاجم جمهوري حمدان والله اقل شيء لعب الرديف طيب اساسي خلي الحمدان برا. واضح امكانيات فرق امكانيات واضحه بين الاثنين ما يحتاج الله يعين الموسم ذا يحتاج راس حربه صريح وهذا حرام يفكونه والله حرام عليك. سبب خساره المباراه وخساره كويلار من بدايه الموسم هذا سبب خساره المباراه. ما عندك لاعب رقم 6 وين لاعبك المحوري وين؟ ما في اي لاعب محوري في الفريق. يعني مصعب جوار محور لاعب دفاعي او يعني معليش الهلال نادي عالمي نادي بطل اسيا ومعروف عالميا يعني معقوله فرق مثل الاهلي صاعد فريق صاعد من درجه اولى للدوري الممتاز ها جاب لعيبه درجه A يعني كلهم درجه A. احنا ما جبنا غير بس نيفيز وشفتش وبس ما هم درجه A.